السلام عليكم ورحمة الله، لكم إلى الموجز الرياضية. وصل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة إلى مدينة مومباي الهندية بعد رحلة استغرقت 3 ساعات ونصف، وذلك للمشاركة في بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة والتي نظمها الاتحاد الهندي للعبة بإشراف الاتحاد الدولي، حيث تقام البطولة في الفترة من 8 وحتى 10 يناير الجاري. هذا وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى في رزنامة مشاركات الفريق هذا العام. بدأ حصاد ألعاب القوة البحرينية لعام 2016 بعدما نجحت العداء روث جيبيت في تحقيق أولى ميدالية ملونة لرياضة أم الألعاب في العام الجديد بعد فوزها بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إيطاليا الدولية لاختراق الضاحية، والتي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إذ تعد هذه البطولة واحدة من أقوى البطولات الدولية في العالم.